بيخش على اللي بعد منه دمياط، نفس الكلام، بترفع كفاءته وتتأمن ارصفه جديده، وكل المشاكل اللي كانت موجوده على مدى السنين اللي فاتت مع المستثمرين ومع ده أدخل، وكان في تحكيم خلصناه ورضينا الناس، وبنحل المساله عشان نطور الميناء وبنطوره. خلصنا دمياط، نزل على بورسعيد. بورسعيد في شرق وفي غرب. شرق في 5 كيلو ارصفه، منهم الارصفه بتاعت مرسيك. وعلى البحر المتوسط في رصيف تجاري اخر كيلو ونص. كيلو ونص. ونص. اللي هي منطقه قناه السويس. في العريش فوق، تطلع فوق العريش بقى خالص، العريش اللي كان فيها الحرب دي. العريش. أيوة. سينا. ايوه. بيتعمل فيها ميناء، خلص 500 وبنكمل كيلو، يبقى كيلو ونص. كده البحر المتوسط.